Dit l'actu familia. Actu familia. البارح الخمسة متاع العشية صارت حادثة مؤلمة وتفاعلوا معاها برشا برشا توينسا على صفحات الفيسبوك. مريم كيف العادة هابطة من البلاس متاعها في جهة المروج تلقى بنوتة صغيرة ملفوفة مطيشة قدام باب البلاس اللي تسكن فيه. بالطبيعة هبطت التصاور عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبرشة توينسا تفاعلوا مع الحادثة هذه. هي حاضرة معنا توا بالتليفون باش تحكي لنا عليها باش نعرفوا أكثر التفاصيل. صباح الأنوار مريم، مرحبا بك معنا في برنامج فاميليا. مرحبا مريم. دونك كيف مارينا في الفيسبوك قلت انك هابطه لقيت قدام باب دارك بنوته صغيره، كيفاش حالتها؟ كيفاش لقيتها؟ شنية لقيت معاها؟ وصف لنا شنية الحاجه اللي عرضتك. بي اون فات معناتها احنا البلاط نتاعنا معناتها ريزونس نتاعنا دي بلوك، معناتها كل بلوك فيه دار. حسب ما يحكي الجميع ثم امراه دخلت من بين، هي صغيره دخلت خليت معناتها على اساس هي داخله باش معناتها تمشي نتاع واحده فينا، خليت البيبي نتاعها قدام الدار الاولانيه اللي لقاتها في البلوك ومعها مساك صغير. معناها هي بابا ما لقيناها معناتها مع حكي الخمسه نتاع العشيه معناتها شوكي معناتها ما فهمناش ليه اللي صار. جاني قال راهي دخلت خليتها وخرجت مع حكي الخمسه حتى يحاولنا باش نخلطوا عليها خاطر احنا كي هبطنا معناتها مع نفس الوقت كريس ما خلطناش عليها. شنية اللي لقيتوا معاها البنوتة هذية؟ الساك شنية فيه؟ شنية عملتوا معناها كيف لقيتوا البنوتة هذي؟ والله الساك لقينا فيه هو معبي ما حاولناش ننسوه على خاطر في كلمنا الشرطة قالوا لنا ما تنسوا حد شيء، ظهر قالت معها دبشة وكوش وبيبران معنش لي بابي ما عنديش فكرة الحق فما خدينيش نفركسو وما تنيجي مغبط تصويرة ما تنغطية وليبسة بالكتير. معنى قديش عمرها هكيكا أبو بري مريم؟ تحس عم زي كي تولد ما شهر شهرين ما تحوتش. واللي شاف المرأة اللي دخلت للبلاس معناها ما يعرفهاش، ما هيش من أهل المنطقة اللي أنتم متواجدين فيها؟ لا ماهيش من البلاط. جنان قال راهي امراه ما تنهيش، ما هو كيفاش كبير ما عندي تيجت تزور في واحد من اسمه في البلاط. دونك من بعد كلمت الشرطه مريم هكا؟ اي الشرطه جات جبت معاها الحمايه وحتى ما قالوا لنا من بعد جمعنا من الشيرين هزوها للسبيطار نتاع بيت تعدون نتاع الصفار. يعني المعلومة اللي عندك حاليا إنها موجودة في سبيتار متاع باب سعدون. يعطيك الصحة مريم على التوضيح اللي يعطيته لنا. حابين نشوفوا شنية مصير البنوتة هذية، معناها حديثة الولادة مطيشة قدام باب بلاس، حاجة موجعة على الأخر. لكن نوعية الحوادث هذية وليت متواترة برشا، نسمعوها برشا وحكينا عليهم برشا في برنامج فاميليا. حاضر معنا المندوب العام لحماية الطفولة مهيار حمدي باش نطمنوا على صحة الرضيعة هذه ونعرفوا شنية المصير متاحة. صباح الأنوار سي مهيار، مرحبا بك معنا في برنامج فاميليا. صباح الخير وشكرا على الاستضافة ومرحبا بمستمعي ديوان اف ام. ما نعرفش كان سمعت مريم سي مهيار، يعني قالت على الوضعية اللي لقاو فيها البنوتة وقالت ظهر لي تقريبا هي توا متواجدة في سبيطار باب سعدون. لو كان تعطينا آخر المعطيات في علاقة بالحادثة هذه. شكرا. هو مش للتوضيح وإنما من المستحسن أنه في الحالات هذه عندما يقع العثور على الطفل المهمل بالطريق العام او غيره ويقع ايواءه باحدى المؤسسات الاستشفائيه وعدم ذكر المؤسسه باعتبار انه هذا ولاحظناه في فترات سابقه يمكن انه ثم بعض من الاطفال او الرضع اللي وقع اختطافه من مؤسسات استشفائيه، فمن المستحسن عدم ذكر المؤسسات الاستشفائيه اللي يكونوا فيها الاطفال هذوما. محل تعهد جزائي بالنسبه للطفله هذه، وقع العثور عليها كما ذكرت الاخت في فضاء عام في منطقه بن عروس في المروج، وتم مباشره الابحاث المتعلقه
اهمال شؤون قاصر، وفي نفس الوقت معناها تأمين وضعية الطفلة ان شاء الله تكون في صحة جيدة. معناها احنا عندنا تطمينات اولية على انها في صحة جيدة، واتخاذ التدابير فيما بعد، بعد ما يقع معناها الكشف على وضعيتها الصحية ان شاء الله تكون كما قلت لبس عليها إيواءها عن طريق مؤسسة مكتب مندوب حماية الطفولة مرجع النظر الترابي، وتعهد قاضي الأسرة في خصوص تأمين إقامتها بأحد مؤسسات الرعاية. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، إذا كان فيها تم الوثائق وهذا يصعب شوية، وإلا ما يكونش خطر، هو تم تمس وضعية الطفلة ولا ولادتها ولا هوية الأم، أن تصوروش في أغلب الأحيان أنها الأم خلت الوثائق أو رسم الولادة متاحة، ذاك يعطي مباشرة معناها الهوية متاع الأم اللي تخليت، ويقع معناها الكشف عليها في أقرب الأوقات، ولكن في أغلب الحالات ما يتمش هذا باعتبار أنها تكون مجهولة الهوية. وإذا كان ما يتمش في الأيام القادمة معناها التعرف على هوية الأم، يمكن أن تسند لها هوية معناها ما هيش رسمية، ولكن فيما بعد معناها يقع تسليمها بدفاتر الحالة المدنية مبدئيا. ولهنا باش نتفاعل معك في النقطة هذه سي مهيار، لهنا معناها قانونيا إذا كان معناها عرفنا الهوية متاع الأم، معناها الأم يعني لهنا تتحاسب قانونيا لأنها عرضت حياتها صغيرها للخطر؟ أكيد، لأنه الوضعية هذه معناها كانت الحمد لله في مكان عامر نسبيا، معناها ما كانتش في مكان ما هوش عامر بالناس اللي تنجم تفقد الوعي وتتوفى ولا غيره، ولكن هذا في مكان معناها موجود معناها آمن شوية، ولكن يبقى ديما معناها في تكييف القضية هي في أهمال شؤون قاسة وتعريضه للخطر، وهذه معناها تتبعات. هي الأبحاث الجزائية أكيد أنها تفتحت بعد استشارة النيابة باعتبار أنه محل تعهد الأمن، وفي نفس الوقت على مستوى الحماية متاع الصغيرة هذه وإيوائها بمكان آمن وتحت رعاية الدولة، هذه في الحالة ما يكون تكون وضعيتها وإلا التقدير نتاع الطب الرضع معناها يأكد اللي هي سليمة ومعناها ما تستجبش بقائها بالمستشفى في المستشفى بعد الفحوصات الضرورية اللي يلزمها تقوم بهم. لهنا لو كان الأم تندم سي مهيار وتحب تسترجع بنتها في الحالة هذية، هل أنه معناها المندوبية توافق على عودة الرضيعة لأمها؟ هل أنه صاروا حوادث أنه أمهات معناها كما نقولوا ندموا أنهم طيشوا صغارهم وحاولوا يعاودوا يسترجعوا؟ معناها تم الجانب الاجتماعي والجانب القضائي والجزائي، لأن العملية هذه نعرف تم مؤسسات للإحاطة بالأمهات وحتى مجتمع مدني من جمعيات للإحاطة بالأمهات اللي يعيشوا وضعيات صعبة ومعناها غير قادرة على احتضان أبنائها، وكل معناها التدابير هذه تتخذ في الحين. معناها إذا كان هي تجي لمؤسسات سلك مندوبي حماية الطفولة، المكاتب الجهوية أو لي وزارة الشؤون الاجتماعية بأقسام النهوض الاجتماعي والوحدات المحلية الموجودة في كل معتمدية، فأنا اتخاذ التدابير العاجلة من قبل مندوب حماية الطفولة لضمان معناها سلامة الطفل من كل خطر هدايا ممكن، ولكن في الأهمال هدايا وفي تراجعها وإلا في ندم على اللي أخذت عليه، هو هذا يبقى ديما من جانب التتبعات الجزائية ومن منظور الجهات القضائية وخاصة النيابة العمومية فيما يتعلق بإهمالها لابنها ولا لبنتها، ولكن يبقى ديما إمكانية الاسترجاع بعد معناها القيام بالبحوث الاجتماعية، بعد ضمان أنها الطفلة هذه ما تكونش محل إهمال مجددا، بعد وجود من يكون مساند للمرأة هذه سواء من مكونات مؤسسات الدولة إلى المجتمع المدني، وتبقى المتابعة بصفة دورية معناها حتى لا يتعرض الطفل إلى مثل هذه الممارسات وإلا الجرائم اللي نجم تقترب في شأنه، لكن الاحتمال يبقى ولكن ديما معناها ثم جانب تقديري وثم جانب للمتابعة وثم تطمينات تأكدها مؤسسات الدولة اللي تنجم في يوم من الأيام أنها تسترجع ابنها، لكن راهو معناها ديما الحيطة والتعاهد القضائي عن طريق قضاة الأسرة
والبحوث الاجتماعية اللي تجرى واستقرار الوضع المادي والاجتماعي للأم. إذا كان في بعض الأحيان إذا كان الأم غير قادرة نشوفه أولا قبل مؤسسات الدولة نشوفه العائلة متاحة إذا كان قادرة والعائلة الموسعة وبعد نمشي في آخر المراحل. يعني موجود. أهم حاجة أنه معناها نعرفوا أنه الصغير إذا كان باش يرجع الأم للعائلة اللي هو موجود فيها باش يعيش معناها مضمن كما قالت للا عزيزة. حبيت فقط نختم معك سي مهيار في علاقة بآخر الإحصائيات آخر المعطيات في علاقة بالإشعارات اللي جاتكم عن الأطفال المهملين هذوما, خطر برشا حوادث قاعدين نسمعوا فيها درنير ما معلش كان عندك ارقام قداش عندنا معناها ايه وضعيات مش تو منذ 10 ايام تقريبا في ولايه نابل معناها تم العثور على طفل وتامينه على المستوى الصحي ثم ايوائه باحدى المؤسسات, ولكن العدد يبقى ديما ضعيف بالنسبه للعدد الجملي للولادات, خاطر يبدو ان في اكثر هذه الوضعيات ان الولادات تكون خارج اطار الزواج. وفي معرفة المؤسسات وفي التوجيه وحتى فترة الحمل يمكن أنها تصل بأي جهة سواء من وطن الأسرة عمران بشري أو مؤسسات الاستشفائية أو مندوب حماية الطفولة أو وزارة الشؤون الاجتماعية والمجتمع المدني, عندنا جمعيات تعمل في المجال هذايا, يبقى ديما معناها كما تهي أو إحاطة بالأم ومتابعة لوضعيتها أثناء فترة الحمل وبعد الوضع, فهمتني؟ أما الأرقام الحقيقة الحمد لله ما هيش بشكل كبير بالنسبة للإهمال هذايا, معناها أنه يبقى في مكان عام معناها فيه ناس وإلا في مكان مهجور ويبقى ديما محدود, لأن العمل هذايا يبقى ديما أنه خاصة في متابعة الحمل يقع معناها التنسيق مع مختلف الجهات على الأقل للإعداد لفترة الوضع واتخاذ الموقف اللي الأم يلزمها أنها تاخده. واضح مهيار حمدي المندوب العام لحماية الطفولة حمادي, كل الشكر ليك على التوضيحات اللي اعطيتها لنا اليوم في برنامج فاميلي. احنا مكملين معاكم المشوار, ما تنسوش موعدكم كيف العادة بعد أخبار